مشاهدي موقع تحيا مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيري لقوشه مراسله محافظه الغربيه. احنا معانا الحقيقه استاذ ابراهيم، وهو واحد من ضحايا مستريحه المستلزمات الطبيه بمدينه المحله الكبرى. الست دي جمعت مبلغ ما يقرب من 1,000,000 جنيه، ووعدت الضحايا بتوعها ان هتشغلهم بفوايد 30%. الست دي خدت الفلوس وفص ملح وداب، اختفت، لا رجعت الفلوس ولا منها شغلتهم ولا حتى ادتهم اي نوع من انواع الفوائد خالص. الواقعة اللي حصلت في مدينة المحلة الكبرى، احنا معانا من اتنين من الضحايا، استاذ ابراهيم استاذ محمد، هيحكي لنا ايه اللي حصل وازاي وقعوا في شباك هذه السيدة اللي خدت فلوسهم خلاص وهربت. استاذ ابراهيم برحب بك. اهلا بحضرتك، تقرب بس المايك منك وتقول لنا بقى ايه اللي حصل. والله هو الست دي كانت جارتنا هنا في المنطقه، وكان في تعاملات ما بينها وما بيننا بحكم ان انا عندي سوبر ماركت، فهي بتيجي مثلا تحول من عندي فودافون كاش، تاخد حاجات من المحل. فطبعا الواحد يعني امن لها وان هي شغاله، فانا بحكم ان انا لقيت التحويلات دي كتير وكده، فحبيت اسال يعني قلت انت شغاله ايه؟ قالت لي والله احنا عندنا شغل في مستلزمات طبيه وبنشتغل فيه وكده. هي التحويلات اللي كانت بتجيلها دي بتجيلها بمبالغ قد ايه؟ كنت انا بحول لها. انت اللي بتحول لها؟ يعني كانت تيجي تديني فلوس نقدي وانا احول لها الفلوس. حوالي مبالغ قد ايه كده؟ يعني بدا الموضوع معايا من الاول 50 60 وحضرتك طلع بقى لغايه 200 و250 الف. كانت بتجيلك بتدي لك الفلوس دي تقول لك حولهم لي الرقم. حولهم لي ده قبل ما ادخل معاه في اي حاجه. تمام. جاء يوم 23/8 قالت لي والله انا عندي طلبيه كبيره ومحتاجه فلوس تخش معايا بكذا فالمهم دخلت معاها وقلت لها ماشي تمام مشكله، حولت لها جزء فلوس فودافون كاش وجزء خدته نقدي مني. يعني خدت كام مني؟ حوالي 410. 410 تمام. ف عدى بالظبط 3 ايام كده، فانا حبيت قلت لها لا انا عايز اشوف المشروع ده، يعني انا اللي عايز انزل اشوف الحاجه دي على الواقع، عشان ما يبقاش برضو ايه ان انا مدي فلوس لحد وانا قاعد في البيت بعد ما حولت الفلوس بتاعك. فالمهم طلبت منها قلت لها انا عايز اعرف فين المشروع فين مكانه. طيب حاضر، طيب هوديك، طب هاجي. قلت لها لا، حتى لو هتجيبي لي البضاعه وانا اللي انزل اوزعها كمان، يعني معليش مشكله. شغل لك فلوسك مقابل كم فايده قد ايه؟ يعني قالت في حدود 30 او 40% كمان. 30 او 40%. فالمهم ان طلبت منها ان انا اروح، يعني اروح اشوف الحاجه على ارض الواقع مماطله بقى. فاتفاجئت طبعا ان هي خدت فلوس من ناس كتير بعد كده، بعد ما سالت يعني حوالي في ناس بتتكلم في 5 مليون و6 مليون، بس طبعا اللي واضح قدامنا احنا اللي انا والاستاذ محمد في 1,000,000. ده اللي انتوا عارفينه، لكن هي واخده ملايين من ناس تانية. ده اللي احنا مقدمين بمحاضر رسميه والاموال العامه شغاله عليه والدنيا دي كلها شغاله عليه. فطبعا هو الفيديو ده او اللايف ده احنا بنعمله لحاجتين، اولا بنناشد الناس ان هي تهتم بالموضوع اللي هي الاموال العامه ووزاره الداخليه والناس دي، ثانيا برضو ان محدش يقع في الموضوع ده تاني. انا عارف ان الموضوع ده كتير وكل حاجه، بس احنا هي الست دي عمرها كام سنه؟ يعني حوالي 42 43 سنه. ده صغيره في السن. طب هنرجع بقى لورا شويه من كلام حضرتك اللي بتحكوه لي. انت بتقول لي ان هي جارتك، يعني معنى كده ان انت ممكن تكون عارفها اصلا من قبل كده. ايوه، ما هو بقالنا كتير، انا بقالي 8 سنين في الشارع هنا. سمعتها عامله ايه؟ والله هو ما حدش اتكلم معايا في حاجه، او انا ما سالتش على حاجه بصراحه، يعني ما حدش قال لي ان هي لا سمعتها كويسه ولا سمعتها مش كويسه. بس انت اكيد كنت بتشوف مثلا تصرفاتها، هل كانت في تصرفات مريبه بالنسبه لك؟ التصرفات ان هي كانت موضوع التحويلات، وان هي كانت بتمشي مع بناتها رايحه جايه وخلاص، دي اللي انا كنت بشوفه. ولكن ما كنتش تعلم اي شيء عنها خالص؟ خالص. لا ما كنتش اعلم. ما كنتش تعرف هي بتشتغل في ايه؟ لا ما عرفتش الا لما انا سالت، يعني برضو في ناس تانية اللي محوله لها فلوس قالوا لي كلهم مستلزمات طبيه، كله اجمع على مستلزمات طبيه. تمام، يعني قبل ما تدي لها فلوسك انت ما كنتش يعني عارف شغاله في ايه؟ لا. ولا تعرف مصدر دخلها ايه؟ لا ما اعرفش مصدر الدخل خالص. طب هي متزوجه؟
اعلم ان هي زوجها متوفي اللي هو ابو اولادها اللي موجودين معاها، والناس اللي في العماره قالوا ان هي حاليا متزوجه، بس تمام صح غلط انا ما اعرفش. تمام اقنعتك ازاي ان انت تخش الشريك معاها؟ ما هو انا اقتنعت عشان التحويلات اللي كانت قبل كده، المعاملات السابقه اللي قبل كده، يعني انا ما كنتش قبل كده معاها في حاجه، بس انا لقيت التعاملات يعني بمبالغ كبيره والتزام في الدفع، يعني انا بتدفع لي كل يوم، بتجيب لي حاجتي كل يوم، فاقتنعت يعني قلت في شغل في بيزنس. بس ايه اللي خليك يا استاذ ابراهيم ان انت يعني انت عندك سوبر ماركت زي ما انت قلت لي، تخليك تسيب المجال بتاعك اللي بتعرف فيه وبتفهم فيه، تطلع فلوس وتديها لواحده ست ممكن ما تكونش لسه عارفها كويس؟ ظروف البلد يعني او الظروف المعيشيه، كل واحد بيبقى له متطلبات زياده عايز يزودها، يعني بالظبط زي مع واحد شغال في سوبر ماركت او مجالي ويقوم بتاجر في العقارات او يتاجر في اي حاجه، احنا كنا حابينها ان هي تبقى تجاره مشروعه بس مش اكتر، تستثمر فلوسك يعني. استثمار بس. امتى بقى حسيت لا ده الموضوع فيه حاجه مش مظبوطه ولازم ابتدي ادور عليها؟ من ثالث يوم بالظبط اديتها الفلوس، لقيت التليفون اتقفل، اتصلت ببنتها فين والدتك، قالت لي لا ده على مشكله كبيره جدا مع الناس اللي معاهم البضاعه وعملوا بلاغ في الشرطه وماما محجوزه في اسم الشرطه. قلت لها طب فين احنا يعتبر يعني معاها في الشغل، دي فلوسنا يعني، نروح نطلعها نشوف الوضع ايه؟ ما فيش بقى، ما فيش رد خالص. هي موجودة دلوقتي حاليا والله موجودة، ربنا. وكانت يعني مثلا بتتفاوض ان تدينا فلوس مقابل ان احنا نتنازل عن المحاضر، فطبعا انا رفضت. هي حاليا موجودة مش هربانة، لا موجودة في المحل، موجودة في المحل، بس مكان معلوم فين مش في المحل لكن ما تعرفش لا مش في مكانها، بيتها، لا لا مش مش في في بيتها. بيتها يعني. يعني هي قالت لك انا هشغل لك فلوسك مقابل 30%. طب مستلزمات طبية في مستلزمات طبية. طب يعني انت شفت اي بوادر فلوس مثلا ما فوائد لحقتش، جات لك ولا؟ ما لحقتش لسه، انا بقول لحضرتك 23/8 بدأت اما بضغط عليها وبقول لها فين المكان وفين الشغل وفين وفين وفين، الموضوع بقى دابت يعني الموضوع خلاص دابت على اساس ان مفيش مكان فعلا، اتضح ان هي نصب يعني. انت ما شفتش حتى اي نوع من انواع المستلزمات مفيش. الطبية انا ولا قلت شركة ليها؟ لدرجة ان انا قلت لها لما بتقول لي في بضاعة ليا ومحجوزة، قلت لها هاتيها واحنا نصرفها، احنا هننزل نبيع، هننزل نبيع فلوسنا حتى لو بخسارة. يعني، حتى لو انا هخسر فيها مفيش مشكلة عادي. اما ابتديت بقى تطلب بفلوسك كان رد فعلها ايه؟ مفيش رد فعل دلوقتي، ما انا بقول لحضرتك كان رد الفعل الاخير ان هي تدينا جزء من الفلوس مقابل ان انا اتنازل، فرفضت. قلت طيب بيني لي حسن نيتك، حسن نيتك بينها لي ان انت تديني الفلوس جزء من الفلوس وانا اتنازل. مفيش رد لحد دلوقتي. مفيش رد. ما حاولتش يعني ان هي تتفاوض معاك يعني بدل ما مثلا تقدم فيها ما بلاغات هو لحد دلوقتي زي ما انا قلت لحضرتك، هو اللي كانت اخر تفاوض ان احنا ناخد جزء من الفلوس مقابل التنازل. فمش طبيعي يعني ان انا ابقى لي حق وابقى ليا محضر عرضت عليك فلوس اصلا قد ايه؟ حق الجزء اللي يخصني 100,000، ان هي تديني 100,000 يعني تاخد منك 400 وتديك 100,000 عشان تتنازل؟ ده لا ده يعني مقدم، والباقي على يعني اسدد لك الباقي اقصى. على 3 شهور. تمام. في النهاية انت عايز تقول انا في ايه؟ النهاية بس بقول يعني الناس طبعا مشكورين في وزارة الداخلية ان هم يهتموا بالموضوع ده، هم مهتمين يعني. انت رحت النهارده المحكمة؟ احنا بقالنا اكتر من اسبوع او اسبوعين من المحكمة للأموال العامة هنا في اسم تاني، الناس مشكورة يعني بصراحة، هم المحامي اللي معانا وبيقولوا ان هو عندهم علم، عندهم علم بالواقعة وفي تحريات وفي ضبط واحضار والكلام ده كله. عرفت منين ان هي مش بس عاملة معاكم كده، ده نصب على ناس كتير؟ اولا الاستاذ محمد اما اجتمعت معاه وعرفت الوضع، ثانيا الناس بقى احنا في مجالنا معروفين، فاصحابنا هنا في المكان معارفنا قالوا مالها البيت كمان، قالوا ان هي محوله لناس وساحبه من ناس، نفس الموضوع يعني، هي السيستم بتاعها واحد. ملايين يعني يقدر بقد ايه حوالي اللي كده. الناس قالته 5 مليون، انما بقول لحضرتك اللي يخصنا احنا مليون، يخصني انا والاستاذ محمد. تمام. هنرجع بقى نروح للاستاذ محمد، هو رافض طبعا ان هو يطلع في الكادر، ف
حضرتك بقى هتحكي لنا، هنخلي بس الكادر على استاذ ابراهيم زي ما هو. لا ده مش خليه مع استاذ ابراهيم. هتحكي لنا بقى حضرتك الواقع استاذ محمد، ايه اللي يعني عرفتها منين؟ هو نفس الوضع كده عند الاستاذ ابراهيم، يعني ما اختلفش عنه كتير. انا بس الراجل اللي فاتح سنترال، وطبعا مجال شغلي ودافون كاش، تحويلات، حاجات من دي. للاسف الشديد هي لما جت في الاول مثلا عايزه تحول 10، انا طبيعي ان انا ما بقيش فلوس لاي مخلوق، خصوصا ودافون كاش ده. انت بس هتحولي 10000، لازم تسيبي لي 10000 قبل ما ابعت ارسال. نفس الوضع، هتستلمي ما بديكيش فلوس قبل ما بيجي لي الرساله بالتحويل. تمام. وبتبقى العمولات بسيطه زينا زي الشركه بالظبط، لا بناخد اكتر ولا اقل. الموضوع كله اصل في ناس كتير اتكلمت في الموضوع ده وقالت اصل هم كانوا طمعانين مش عارف ايه الكلام ده كله. هي كل الفكره احنا شغالين بمبلغ معين، هي كانت بتريحنا الى حد ما انها بتيجي تاخد المبلغ ده ايه مره واحده بدل ما انا بجزاه على مدار اليوم. حضرتك فاللي حصل بقى ايه، بقى النهارده 10، بكره 20، بعد 30. وانا ما كنت زي الاستاذ ابراهيم، يعني انا في الاول كنت كل يوم فلوسي بتبقى حاضره معايا، بس بعد التعامل مثلا اسبوعين ثلاثه كده، ولما سالت عليها وعرفت انها جارتنا وسالت ناس عليها قالوا كويسه والدنيا تمام. هو حضرتك ساكن هنا برضو؟ لا، هي لها بيت تاني في بيت والدها. والدها في البوابه الاولى. تمام. يعني يعتبر جار محل شغل انا عند البوابه الاولى. فلقينا لما سالت عليها قالوا لا ده كويسه وكده، ومرات حد صاحبنا كان كويس يعني الله يرحمه، والعيله بتاعتها عيله كويسه مفيش فيها اي علاج. سالت عليها قبل ما تعمل اي تعامل مادي معاها؟ لا، لما هي بدات بقى معايا بقى فلوس، لان انا طبعا مش شغال لوحدي في المحل، في حد تاني شغال. لقيته بيرن عليا بيقول لي ده في الست اللي انا كنت كلمتك عليها. كنا احنا ابتدينا اصلا نقلق. ليه بقى؟ ابتدت العمليه ب 10000 وبعد كده 20 30 50. تاخد منك الفلوس كده؟ لا، التعامل كده، تعامل الفودافون، تعامل فودافون الكاش. طبعا يوميا الموضوع ده يقلق، خصوصا ان احنا كنا بنبقى سامعين عن عمليات النصب بتاع فودافون الكاش. هي واضح ان هي بتجذب يعني الضحايا بتاعها عن طريق فودافون كاش ده. هي بتحسن التعامل في الاول، وبعد كده ايه لما بتبقى الدنيا تمام زي ما انا صح كده يعني خضرتنا. بعد كده لقيت تليفون جالي، استاذ محمد في الست اللي بتبعت فودافون كاش دي عايزه تبقي 10000 جنيه بكره. فهي كنا حسبناها احنا ارباحنا منها الفتره اللي فاتت قد ايه؟ طب يا دوب يعني اتخطت المبلغ ده. طب مفيش مشكله، بقي واديك بالكهرباء ماشي، بقي تاني يوم. فبقينا جابت، احنا على اساس ان احنا اصلا عاملين منها ربح يوازي المبلغ اللي هي هتبقيه. فبعد كده بقى هنبقي اكتر. طب ماشي، وتجيب تاني يوم وملتزمه جدا مفيش اي حاجه. استمرت كده قد ايه بقى؟ استمرت معانا احنا على الوضع ده تقريبا شهر ونص. شهر ونص وبرده عندنا تعاملها نظيف في الشهر ونص ده. لا، كانت بقت بقى، كان انكسر عندها مبلغ، فجيت وقفت التعامل معاها وقلت لها لا مش هينفع، كان مبلغ قليل كان تقريبا 100000. فقلت لها لا ده مش هينفع الكلام ده، احنا شغالين بفلوس ناس وما ينفعش ان احنا نوقف شغلنا عندي. فحتى كانت بتطمعنا اكتر وتقول لك ايه، طيب الفلوس اللي احنا هنرحلها لتاني يوم خد مثلا ايه اكنك انت طلعتها في فودافون كاش. هو انت كده شغلت فلوسك لسه يعني معاها ولا لسه؟ لسه لسه, لسه بقى كل ده فودافون الكاش. طب يعني بدايه التعامل. بعد كده هي لما وقفنا معاها الشغل جابت الفلوس وقالت انت مفكر ان انا يعني كده، انت مفكر ان الوضع مش كويس ان في شبه؟ لا احنا كويسين واحنا محترمين ومعانا 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 وكده. طب ايه رايك تخش معانا مثلا شريك؟ خلاص تمام، كمل يا استاذ محمد. فاول ما ابتدينا بقى موضوع الشراكه طبعا بقت كتير. خدت منك كام قلت؟ فوق ال 500000. فوق ال 500000. تحت وفي شهود على الكلام ده. القصد يعني ما بعد كده اديت لها 500000 ازاي؟ على مراحل ولا دفعه واحده؟ لا، كان في اجزاء منها فودافون كاش، لان كان اصلا هي بتبعت تحويلات للتجار اللي هي المفروض بتجيب منهم الشغل. فانا جاي لي تحويل. اكتشفنا بقى بعد كده ان معظم الارقام اللي احنا كنا بنبعت عليها فودافون كاش كانت بتبقى هنا موجوده هنا في المحل. حضرتك؟ يعني تمثيليه. لقينا ايه، زمايلنا هم اللي كانوا يعني تبعت من عندي وتسيل عند الاستاذ ابراهيم. وتبعت من عند الاستاذ ابراهيم وتيجي تسيل من عندنا. تمام؟
وعندي ناس تانية وهكذا يعني. هي دوائر بقى مقسمهم كده يعني. وطبعا هي معانا متعمقة في الشغل، في حد تاني لسه جديد فبتحاول تطمنه برضه نفس الوضع كده، لغاية ما عرفنا ان الموضوع وصل 5 و6 مليون. ده بس برضه هي خدت الفلوس منك على مراحل ولا دفعة واحدة؟ لا على مراحل. على مراحل. دفعات بقى، قولي الدفعات بكام؟ كام دفعة؟ هو تقريبا، ما انا ما كانتش حسابات، انا حساباتي دلوقتي مش تبقى دقيقة، لانها كانت بتاخد احيانا لشغلها واحيانا ايه تحت بند الشراكة بتاعي، وبرضه نفس الكلام على الفلوس. تمام. فمجموع كل ده بالحسابات موجودة عندي، مجموع اللي هي خدته معدل 500 ألف. 500 ألف. معدل 500. بعد كده طبعا لما قعدت يوم اتنين تلاتة ما فيش، نتصل عليها تقول لها سنة مشكلة، طب استنى، طب مش عارف، قالت لك برضه هشغلهم في المستلزمات الطبية؟ وحتى فوائد قد ايه؟ ما اتفقناش بفايدة، احنا قلنا اتفقنا على انا الفلوس بتاعتي ديت هيبقى ربحها ايه بالنسبه يعني، انا هتطلع التوتال بتاع الربح كله وتشوف انا فلوسي نسبتها قد ايه اللي يطلع، ما ايا كان. حددتش قد ايه؟ لا ما حددتش، ما حددتش. بس طبعا بناء على التعامل اللي احنا كنا مفكرين ان هي شغاله في المستلزمات الطبيه دي، ست بتكسب تمام، واحنا كده كده يعني فلوسي، يعني انا في فلوسي وفلوس من اخويا، فلوس من والدتي كده يعني، ومشغلين شغلني التاني. فكده ولا كده احنا لزمنا ربح. اللي حصل بعد كده لما هي غابت، انا رحت بظروفها كده عند البيت، انا عارف بيت ابوها بقى، رحت هناك لقيت الاستاذ ابراهيم ولقيت سين من الناس تاني موجود. يا جماعه انتوا جايين ليه؟ قال لك جايين عشان كذا كذا، ده الموضوع كبير بقى. فانت كام؟ انت كام؟ انت كام؟ اكتشفت بقى ان هي يعني استاذ ابراهيم بتلم فلوس من الناس. هو الوحيد اللي يعتبر ايه تكاتفنا مع بعض. طبعا احنا عاملين فيها محضر نصب في القسم عندنا هنا في الامانه. النهارده النيابه استمعت لاقوال الشهود. النهارده في مظبوط حصل استماع لاقوال الشهود وتحريات الاموال العامه. والاموال العامه بتعمل تحريات دلوقتي، المفروض ان يطلع لها امر ضبط واحضار، وده احنا شغالين عليه. تمام. هي يعني ما تعرفش طبعا عنوانها فين؟ احنا عارفين عنوانها بس ما نعرفش هي مقيمه فين دلوقتي. هي عرضت عليك التفاهم؟ هي نفس الوضع كده مع الاستاذ ابراهيم، بس هي المشكله كلها ان مش هي لوحدها اللي شغاله، ده هي واختها وبنتها. تشكيل عصابه يعني. ازاي بقى؟ الناس دي جت خدت من يعني مثلا ايه بعت فلوس، الناس ماشي؟ جت خدت منها فلوس اصلا يعني، مين؟ مش هي بس، زي ما انا بقول لحضرتك الفلوس دي كانت على مراحل. مثلا جزء اتحول في فودافون كاش وكان في جزء نقدي، الناس دي خدت فلوس مننا. فكانت بنتها بتيجي تاخد فلوس، كانت اختها بتيجي تاخد فلوس، وفي ناس حاولوا يتفاوضوا معانا عن طريقها هي، هم اللي عارفين مكانها دلوقتي. قالوا احنا في شقه هنديها لكم مش عارف ايه والكلام ده كله. طب احنا يا جماعه احنا اصلا عايزين فلوس، احنا مش عايزين شهور، عايزين اي حاجه تاني، بس شرطهم بقى ان احنا نروح نتنازل عن القواضي. طب هنتنازل عن القواضي ازاي؟ دي عشان نثبت لكم حسن النيه. طب ماشي، انتوا رجعتوا دلوقتي تعثرتوا معانا، يعني احنا ارتضينا اصلا ان احنا نقعد الثلاث شهور او الاربع شهور اللي هم كانوا بيقولوا عليهم. طب في خلال الفتره دي انتوا ما وفيتوش معانا، وده اللي هيحصل، لان هو اللي حصل نصب اصلا. يعني انتوا اصلا انت ارتضيتي انت والناس اللي معاكي ان انتوا تاخدوا فلوس ناس مش بتاعتكم. هاخد منك كلمة ازاي؟ صحيح، معاك حق. فإذا كنت أنا معايا دلوقتي سند بيقول إن أنا بقدم فيك محضر وبثبته بالدليل وبالشهود إن أنت إنسانة نصابة بتستحلي أموال الناس أهو، فيعني إزاي أنا هأمن لك؟ تمام. بشكركم جدا، يعني إحنا عرفنا حكاية السيدة اللي يعني أخذت فلوس الناس بدعوى إن هي هتشغلهم في المستلزمات الطبية، وزي ما هم حكوا الحكاية بتاعتهم فص ملح ودابت وما رجعتش أي فلوس خالص، وطبعا الإجراءات القانونية شغالة لا دلوقتي. شغالة. تمام. بشكركم جدا وإلى اللقاء. شكرا.